ما محمد مش موجود بكر، محمد الاول مش موجود. بدي اسمع عبد العزيز. انا عبد العزيز رح يتصل، بس قل لي بدي عبد العزيز. اوله لازم تقول لي، بقول لك شو بتعمل، قل لي بدي استعين بصديق، بقول لك من هو الصديق، بتقول لي اخوي عبد العزيز. ماشي ايوه حضرتك. طيب خلاص، هي المشكله كانت معاك. لازم يسجلوها بيقطعوها بقى بالظبط. بعد ما هو ايه شو بتعمل؟ ها؟ يعني اتصل بعبد العزيز ما فيش رد يعني ولا ايه؟ بالظبط مش سامع. انا مش سامع. انا مش سامع. انا رد من حضرتك كده. انا مش عارف حضرتك يعني اديك اسم عبد العزيز ورقم التليفون بتاعه. انا ايوه حضرتك محمد السادس. محمد السادس عملك. طيب شو بنعمل؟ مش فاهم السؤال. انا فاهم شو بنعمل. زي ما بقول اتصل بصديق، ما هي المشكله فيها غير كده. طيب بعد التفكير شو بتعمل؟ بعمل مهندس معماري. حبيبي انت بقى حبيبي، انا عايز سؤال لزميل صديق.